ريال مدريد حتى الدقيقة 69 متعادل في ملعبه وكرة موجودة وكانوتي جول. كانوتي جول الآن يسجل لفريق نادي إشبيليا. إشبيليا عن طريق فريدريك كانوتي لمسة ممتازة، يا سلام، وتخطى بويول وواجه حارس المرمى وسجل بالتالي النجم كانوتي هدف رقم 11 في بطولة خلي بالك يعني ايدك والكرسي، ايدك والكرسي، لكن زعلان وده بنتيجة